بس لو حضرتك تستحملني لحد ما السيجار ده يخلص في ايدك واستاذنك يعني لو الاخ ينزل المسدس من وشي انا ممكن احكي لك الحكايه لحد اخرها. اتفضل احكي. من 7 سنين كنا عايشين في المقابر، وفي ليله كنت قاعد بذاكر فجاه لقيت عزيزه داخله عليا وفي بقها ورقه ب $100 بتاكلها. عزيزه مين يا قط؟ عزيزه المعزه. احنا كنا مربيين معزه عندنا في الحوش اسمها عزيزه. امي كانت بتعاملها زيها زينا بالظبط، بتاكلها معانا وتنيمنا معاها، بتعاملها زي ولادها بالظبط. عزيزه المعزه كلت $6 مليون بتوعي؟ لا يا فندم اكيد ما كلتش $6 مليون، هي كلت $1000 بس. يوميها بقى بطنها وجعتها ونقلناها المستشفى، كان يوم ده امي عيطت عياط على المعزه دي، بس الحمد لله قامت سليمه. الف سلامه، طمني على عزيزه. لا هي كويسه جدا يا فندم، بس انا يمكن ما اتصلتش بيها من ساعتها خالص، بس سمعت بقى انها اتجوزت وخلفت والحمد لله عايشه حياه كريمه يعني. ولا ما تستعبطش، كمل. حاضر هكمل. انا لما شفت بقها الفلوس قلت اروح اشوف جابت الفلوس دي منين، رحت ماشي وراها لقيتها حفره جنب الحوش والحفره فيها شوال، الشوال ده فيه $6 مليون. قلت لا انا لازم اخد الفلوس دي واروح اسلمها للبوليس. انهار ابوك اسود، يعني انت سلمت $6 مليون بتوعي للبوليس؟ انا مش فاهم يا فندم ليه حضرتك بتسبق الاحداث. هو حضرتك لما بتسبق الاحداث انا بتعصب، ولو انا اتعصبت عليك انت هتقتلني. انت عايز تقتلني؟ لا. يبقى سيبنا كمل. اتنيل كمل. اهلي اول ما شافوا الفلوس اتسعروا وقالوا يقسموها على بعض، بس انا حق ربنا ما رضيتش. لا اصيل يا سيد. وما ارتحتش يا فندم، والله العظيم ثلاثه ما ارتحت غير وانا واخد شنطه الفلوس في حضني ونايم، وقلت اول ما اصحى من النوم هشوف الفلوس دي بتاعت مين. لقيت على الفجريه كده لقيت نفسي بدل ما انا حاضن الفلوس حاضن عزيزه. بصيت حواليا في الحوش ما لقيتش ولا واحد من عيلتي، حتى نصيبي خدوه معاهم الظلمة. هي وبعدين؟ مفيش، كافحت، اشتغلت، حطيت القرش على القرش، كملت تعليمي لحد ما قابلت أحلى حاجة في حياتي أيام الجامعة، ريتاش. وأنا كمان بتحدى العالم كله وأنا وياه، وبقول للدنيا بحالها إن أنا بهواه. اتنين ليمون وشمسية يا ابني. ولا أنا ما يهمنيش حكايتك دي، أنا كل اللي يهمني الفلوس بتاعتي راحت فين. يا فندم ما أنا هفجر مفاجأة دلوقتي حالا. ترررن، فجر. أنا ما أعرفش أي حاجة عن إخواتي من ساعة موضوع الفلوس ده. جميلة أوي الحكاية دي، دي يا حبيبي تبقى تحكيها لأولادك قبل ما يناموا. لا الحقيقه احنا ما عندناش اطفال، انت عارف بقى الاطفال وجع دماغ ومسؤوليه، واحنا بصراحه مأجلين بمزاجنا. انا مش معاك يا ريتاش، انا طول عمري عارف ان الولد بيجي برزقه. لا هو انا ما قلتلكش يا سيد، ما انت مش هتخلف. مش هخلف؟ هو حضرتك ناوي تعمل فيها ايه؟ لا ده انا هعمل حاجات كتير قوي، عشان كده يا حبيبي ما تتعبنيش، عشان ما تزعلش. انا ما يخصنيش كل اللي انت قلته ده، أنا كل اللي يخصني الـ6 مليون بتوعي.